مرحبا وحلقة جديدة من مستر تيك ومعكم إيهاب سالم. واليوم معنا جهاز كبير بشكل عام مثل ما شايفينه هون. عم نحكي هون على مونيتور خاص للجيمرز الـ XL2546K من BenQ. خلينا نشوف مع بعض شو في بهذا الصندوق. أول شيء بيميز BenQ Zwill XL2546K 240 هرتز 24 إنش 24.5 إذا بتكون على القد. اللي بيميزها المساحة اللي صارت موجودة أكتر للماوس وللكيبورد الموجودة تحت. كيف حنكتشف هيدا الشيء؟ خلينا أول شيء نعمل السيتاب أو نركب السكرين. هذه القاعدة الصغيرة اللي جاية شايفها دلاتي. خلينا نفتح الكيس. BenQ بيقولوا نحن فينا نركب كل شيء من دون ما نستعمل برغي واحد. هيدا الريموت كنترول حنحكي عنه بعدين، وال HDMI الكيبل والباور بلس. في عنا كفر للمونيتور و هول اللي حطون على السكرين شمال يمين مشان نوع من التركيز سبتكن انه ما يتشتت نظركن لبرا. طيب كيف حنركبها من دون ما هيك حكيوا؟ قالوا من دون ولا مفك براغي ولا شيء. اول شيء القاعدة تبعيتها بعدين في محل، خلينا نرجع نقعد. المحل المخصص تبعها، هيدا الكليب تبعها موجود هون. بس ركبت الشاشة. مظبوط مثل ما حكيوا، ما عزنا ولا برغي، بضل في عنا الباور كيبل و ال HDMI وهذا الريموت تبعه، زائد دلاتي شايفني شايف هيدي هون. لجماعة الجيمرز كمان اذا عندكم الهيدفون عم تستعملوها، هذا محل للجي يعني هيك، طب ما تضيعوها او ما تحطهم فوق، عاملين لها محل مخصص لها. من القليل انه نسمع شركات، نسمع شركات بتسمع لاشخاص. يعني وقت بيطلع لعنا منتج جديد وبيكون في عنا ملاحظات، ايام نبعت ايام ايميلز ونبعت ايام مسجات انه كان عنا مشكلة بهيدا الوضعية للجهاز، او بانه يعني بشكل عام بيكون في عنا ملاحظات كجيمرز او بشكل عام عم نحكي عن 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 كل شيء. BenQ عملوا سمعوا، وبخلال 10 سنين اشتغلوا على انه يريحوا الجهاز اللي احنا عم نستعمله كشاشة، او انه الناس تكون عندها رياحة اكتر بالموضوع. اول موضوع حكينا عنه هو انه صار في عنا مجال اكتر هون تحت للكيبورد وللماوس مشان نرتاح باللعب اكتر. النقطة الثانية اللي اشتغلوا عليها انه صار اسهل هون تعلي الجهاز وتنزله بطريقة كتير، يعني ما بدها شيء، أو شمال يمين. يعني هون عم نشوف بإيد واحدة. هذا الشيء بالجهاز اللي قبل
كان مش موجود. النقطة الثالثة والمهمة كمان بس مش الأهم، الريموت هون وطريقة السهولة الوصول للإعدادات، إنه إحنا صارفينا عن طريق هذا الريموت أو عن هذا طريق الماوس اللي عاملينه التحكم بكل سهولة. إذا إحنا قاعدين عم نلعب كيف نغير السيتاب تبعنا بالشاشة من محل التاني بكذا سيتاب موجودة هون، هذا الشيء كمان ما كان من قبل بهيدي السهولة، كان موجود بس هون صار عنا إياه أسهل. للأشخاص اللي سألوا إذا فينا نستعمل الشاشة للبلاي ستيشن للإكس بوكس للإدت، بدي أقول إنه إيه فينا، بس إنه أنت عم تحكي ب 240 هرتز ما حتاخد التوب تبعها إلا إذا عم نشتغل كجيمز، عم نشتغل كديسكتوب. بلاي ستيشن إكس بوكس 4 حتاخد بس مش كتير، الفايف أكيد غير، عم نحكي هون غير ليفل، بس إنه وصلها عادي بس مش هتاخد اللي احنا منتظرينه منه. ونفس الشيء بالنسبة للإدت، إدت إلى غير نوع أجهزة كمان موجودة على البنكيو، بس إنه غير أنواع هنا عم نحكي، مشان هيك يفضل إنه نستعملها بس لا كجيمز مش إدت. مع صفات تانية كتير يعني قد ما هن كتار مش عم بتذكرهم كلهم، بس احدى الصفات اللي كانت عجبتني كمان انه فينا نعمل سيف للسيتنجز اللي احنا بنرتاح فيه ونعمل له شير مع اصحابنا اونلاين، هيك اذا نقلنا من مكان للتاني بنضل يكون عنا نفس السيتنجز نفس السيتاب اللي احنا بنرتاح فيه كجهاز او كشاشة. بضل شغلة السعر، وللأشخاص اللي مهتمين بهيك شيء والأشخاص الجيمرز اللي هن المفروض يكون ما في عندهم أي نوع من إنه نضحي بشيء، يعني الجيمرز الناس يكون عندها ولع بأنه بدنا التوب أوف ذا توب. سعر الشاشة موجودة بالسوق الإماراتي 1699 درهم. اليوم كان شيء جديد عنا، ولا مرة عامل أنا أنبوكسينج لشاشة، بس حبينا نغير معكم. بدي أذكر بعد مرة أنه عندي نزلة برد مشان هيك الصوت شوي مغير عليكم، إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله الجمعة الجاية بيكون الصوت صار أحسن. هذا كان كل شيء اليوم مع مستر تيك، حلقة جديدة بنشوفها الجمعة الجاية، وسلام.